السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في حصة جديدة من تعليم طرز الرباطي، في حالي كتشوفوا هاد الرسمة، هادي ألوان صيفية، قفطان صيفي، توب ديال الساتان، في حالي كتشوفوا خدمته بتوب الساتان، مطلو كولور يعني مفرحة. في حالي كتشوفوا غادي نديرو الطاز ان شاء الله.
شوفو كنحصل على هذا الشكل، هذا كولوريت رائعة وربيعية وصيفية. كنتمنى إذا عجبكم الفيديو تشاركوا معنا في الاشتراك، باش يوصلكم دايما الجديد إن شاء الله.